خالد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام حك أبو خالد. الله يحييني باك. عفى الله عنك يا شيخ، انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة وسخ العمالة في المساجد. نعم. فأصبحت مساجدنا ومع ازدهار العمران ثلثي المسجد يصبح من العمالة، وهم يأتون بعرقهم ووسخهم، أكرم الله وجوهكم والسامعين، فتجد الشراريب والملابس كلها وسخة، فهذا يتعب العامل ويتعب المصلين. فسؤال يا شيخ، هل يقاس هؤلاء العمالة بمن يأكل الكراث والثوم والبصل فيؤمرون بتجنب المساجد والصلاة في البنيان، أم أنه يوضع لهم مصلى خاص، أم ماذا يا شيخ؟ والله يا أخي خلهم يذكرون الفجر اللي كنا فيه أول. يا أخي ترى كنا قبل 30 سنة ما نرقص، 50 سنة ما نرقص صابون تغسل به. كنا وراء الغنم اللي انت خابر، أنا وأبوك وجدك، وش نسوي ذلك الحين؟ كنا طول عمرك القمل دب فينا. صح صحيح. الله تعالى أغنانا، ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شيء، نكد ونشتغل ونتعب ومروحين. الله تعالى من علينا الآن يا أخي. فإذا رأينا هؤلاء خلنا نتذكر ما نحن فيه من النعمة ونرحمهم وننصحهم، نقول لهم لا تفسخون مثلا شرابكم في المسجد، لأن فسخ الشراب تراه يحدث روائح يتأذى منها الناس، لكن ما نطردهم يا أخي من المسجد، ما نطردهم. هؤلاء ما تدري لعلنا ما نرحم إلا بهم يا أخي، ربما بعضهم يكد على بنيات ولا على عجوز عندهم سكينة تنتظر اللقمة اللي يرسل، تنتظر 500 ريال يرسلها بنيات ولا حريم يتعبدون الله ينتظرون هل، فما تدري يا أخي. تراها العامل الآن اللي إذا رأيناه احتقرناه ربما يكون أفضل منا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب أغبر ذي طمرين مدفوع في الأسواق عند الأبواب لو أقسم على الله لا أبره. ما ندري يا إخواني، ترى ذلا عباد، ترى عملهم الآن إذا صلحت نياتهم في جهاد، في جهاد في عبادة، لكن مع هذا نأخذ بأيديهم، كلمهم يا إخواني ترى المسجد يحتاج سدى، يعني انتبهوا لا تحدثوا الروائح في المسجد. أما يا إخواني نحط مسجد على ما يقول ما يسمه آي بي ها؟ معروف كبار الشخصيات يطلع اي نعم، مسجد كبار الشخصيات ومسجد الفقراء، هذا ان شاء الله ما يحصل. شوف الحرم الان يا شيخ، شوف هالحرم وانت الان تطوف جنبك فقير مسكين تعبان، وانت ما شاء الله مغنيك الله ونشيط ومطيب احسن طيب، وما تدري وانت تطوف هل الان سيحصل لك من القبول صحيح مثل ما عند هالفقير اللي جنبك ولا ما يحصل. يا إخواني يعني نحن والله حريصين على نظافة المساجد، لكن ما نريد أن تكون نظافتها بهذا الأسلوب، إن نطرد إخواننا ونحتقرهم أو يعني أو ما كان يقصد هذا. إن أنا داري والله داري إنه رجل طيب ويحب الخير وحريص، لكني أنا يا إخواني ما ودي نجرحهم. أنا أشوف بعض الآن الناس يتأفف منهم يقول ليش يرفع صوته عليهم. يا إخواني إخوانكم خلوهم يعرفون العقيدة السلفية منا، خلوهم يعرفون التواضع منا. أنت الآن أخوك ذا ربما عنده عيب في العقيدة، عنده مرض في العقيدة، إذا أنت نهرت ولا ما استقبل منك.